طف بالحياة ترى الحياة تتبسم وطل من ذوي الخمائل قد هما. طف بالحياة ترى الحياة تتبسم وطل من ذوي الخمائل قد هما. أسرى النسيم يهز عقف عبيره والماء في عطف الجداول تمتما. والنبت قد شق الثرى فعيونه تاقت إلى ضوء تألق في السماء. ظل يسكب في اللمى وبكى الغمام من الفراق مشابتا في الأرض يضحك جرحة وتلوما. وتطاولت شم الجبال ونافرت قمم التلال فلم تكن أبدا كما. سبل الهداية قبله فتقدما. عرف الحقيقة فاستنار بنورها وتراه في عمق التفكر ملهما. في كل ماثلة تمر بعينه عبر تعرفه الإله أعظم حبل الرجاء.
عمادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خذت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين المرسلين سويت من حرم الليل إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم سويت من حرم الليل إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تراوي عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى والإسلام والحق المبين
شكى ربي رحمة للعالمين. يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدا. أنشأك ربي رحمة للعالمين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين. قطعت الشك بالأمر اليقين، علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم. لما حباك الله خير رسالة، فيها قطعت الشك بالأمر اليقين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين. شبكة أناشيدي للفن.